بازار جفرة الثاني هو امتداد بازار جفرة واحد خاص بمؤسستنا. بازارات نحن نعملها بالتعاون مع الغرفة التجارية، كوني أنا عضو جوا الغرفة التجارية وحدة صاحبات الأعمال. البازارات اللي نعملها إحنا خاصة بالسيدات، مشاريع البيتية ومشاريع الأونلاين، والمرة هي طورناها أكثر وإحنا خليناها كمان تمتد للشباب. أنا بحكي البازارات لها هدفين، الهدف الأول التشبيك مع المؤسسات وأصحاب المحلات ورجال الأعمال، والهدف الثاني هو مردود المادي للسيدات في هذه المشاريع في هذه البازارات. هذا طبعا كله شغل ايدي انا، بيستاجروا الناس اكثر شيء يوم الخميس في السهرات في الحنة. يعني هذا شيء لازم نفتخر فيه كله من ايام اجدادنا، عشان هيك والله شيء حلو يعني لازم نكون التراث الفلسطيني بدناش ننسى هذا الشيء. تفضل يا حبيبي. هلا هو طبعا هي فكرتنا طبعا الشكر على ماما، لانه هو شغل يدوي وشغل ايدي طبعا تعبت عليه كثير لحتى وصلنا لهي المرحله. كان اول شيء عندنا طقم صغير بس موجود عندنا فخاره وسله والشمسيه، هم كم قطعه بس. اما هلا الحمد لله بفضل الله وبفضل ماما توسع، عملنا قطع كثيره، صرنا نشتغل عليه اكثر، نشهرنا اكثر. طبعا هذا تراثنا يعني لازم نفتخر فيه، ما لازم ينقطع ابدا، لازم نضل نحيي فيه عشان هو تراث.